وين العدالة؟ هو هذا الحكم اللي بيحكم لنا ياس انوار وهنية؟ طيب شكرا. كم شاب عندك عاطل على العمل؟ أربع شباب عندي عاطل على العمل، وجوزة عاطل على كل البلد عاطل على العمل. أنا مش بحكي باسمي، أنا بحكي باسم كل أهل غزة. أولادنا 12 سنة أكلوا من أعمارهم وضيعوا من حياتهم، ليش؟ ابن المسؤول اللي حنساوي بقى عمره 20 سنة وإله سيارة وإله جيب وإله عمارة ومتجوز وإله كل ما يملك، وابن أولادنا لا يملكوا من الحياة شيء. وين إحنا؟ ملايين غير في رغيف الخبز. طيب بدنا نكون رسالتك. بس رغيف الخبز ملايين.